إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة سان بيدرو، إحدى أجمل المدن هنا بالكوت ديفوار. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، حين تمتزج عفوا جمال الطبيعة وسحر الرمال الذهبية، كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في في هذا المكان الجميل والرائع. غادي ناخذكم في جولة باش نكتشفوا جميع هذا المكان الجميل، هذا الشاطئ الساحر. دونيوبي أول تعليق، تحية لك أخويا. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، يعني مدينة جميلة، كما كتشوفوا البحر ديالها، يعني الرملة، النخل وسط الرملة. بصراحة مشهد جميل ورائع. جيني بعد أماكن اللي يمكن أنك تأخذ فيها صورة، يعني تبقى محفورة بالذكرى. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في الأعزاء، فالأخ اللي كيسول شحال في الساعة الآن، في الساعة الآن 9:19، يعني 9:20 الآن، يعني التوقيت كان فرق ديال الساعة ما بين المغرب والكوت ديفوار. يعني كما كتشاهد معنا مشاهدي قناة شوف تي في، يعني يمكن الإنسان يجي هنايا وياخذ صور ويتمتع بصور تذكارية رائعة. يعني كما قلنا سحر الطبيعة وجمال البحر، رمال ذهبية كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في. حنا الآن على شاطئ البحر، فكنتمناو يعني كنتمناو صادقين أن المسؤولين يعني في المدن الساحلية في المغرب أنهم يفكروا يديروا أفكار بحال هذه، يعني النخل، النخل في وسط الرملة، يعني في بادرة زوينة وفكرة رائعة. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، بصراحة ما نعيشه هنا كوت ديفوار هو الخيال بعينه. يعني باش تلقى هاد المناظر، هاد المناظر الجميلة والرائعة، فما غاديش تلقاها إلا في إفريقيا. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في الأعزاء، كنحاولوا أننا نرافقكم كل كبيرة وصغيرة هنا كوت ديفوار. هذا هو الشاطئ ديال البحر، رمال ذهبية. تحية اخويا مصطفى، تحية لك اخويا العزيز، تحية لكاع ولاد دربنا. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، يعني جمال الطبيعة السحر ديال الرمال الذهبية والبحر في نفس الوقت، يعني كتدخل في أعماق الطبيعة. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، فللإشارة يعني
رغم درجه الحراره المرتفعه، فعكس المغرب يعني تنشوفوا ان في فصل الصيف فاش تكون درجه الحراره مرتفعه كنعرفوا ان الشاطئ البحر كيكون عامر بزاف، ولكن هنايا في الكوت ديفوار بالضبط سان بيدرو فالعكس من ذلك، كما كتشوفوا البحر خاوي لان الناس متعودين على الصاد على الحراره، فالناس الان كلهم في العمل ديالهم، ناس خدامين كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شو تيفي، فقط القليل 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 اللي كتلقى نازل البحر في هذا الوقت هذا. وشوفوا الرمال الساحره الذهبيه، هاد الرمال هادي يعني كما كنظن انك تلاحظوا اللمعان ديال الرمال في هذه الاثناء، بصراحه مدينه رائعه مدينه جميله كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، مزيج من الطبيعه يعني اي حاجه كتخطر في بالك في الطبيعه كتلقاها هنايا في سان بيدرو، الجبال الغابات البحر الهضاب السول كل شيء كاين هنايا سبحان الله، يعني بلاد رائعه وجميله، امواج البحر الإشارة مشاهدي قناة شوف تيفي، ف مدينة سان بيدرو تطل على السواحل من الأطراف المتوسط، كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأعزاء الأوفياء، يعني اللي كيرافقونا دائما خلال التغطيات ديالنا وخلال الجولات ديالنا. فشكرا على الوفاء ديالكم، شكرا على الحضور ديالكم دائم مع قناه الشعب قناه شوف تيفي، حنا بالدور ديالنا كنحاولوا انكم تعيشوا معنا جميع التجارب اللي كنعيشوها، حتى الناس اللي استطاعوا يجيو اللي ما استطاعوش يجيو على الاقل يعرفوا كل كبيره وصغيره على مدينه سان بيدرو، كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي وحنا عايشين وسط هذا الجمال الخلاب ديال الطبيعه، اجواء رائعه كما كتشوف معنا الجماهير الكونغوليه حتى هي بالدور ديالها كتستمتع بجمال البحر هذا الصباح هذا، فأجواء أقل من يمكن نقولوا عليها رائعة، مناظر خلابة وجميلة بصراحة، يعني رغم درجة الحرارة جد مرتفعة فجمال هاد الطبيعة كتخليك أنك تمشي كيلومترات، لان كما كنقولوا العين ما كتشبعش بهذا الشيء اللي كتشوف، يعني هذه هي افريقيا، هذه هي القاره الافريقيه، هذو هما الثروات الافريقيه، الثروات اللاماديه، الثروات الطبيعيه اللي يمكن ان الدول الافريقيه تستغلها في مجال السياحه، كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، يعني الغابه جميلة كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، فيعجز اللسان على الوصف، تحية الكابتن عزيز محمد، اكيد كابتن عزيز حنا الان في هذه الجوله هذه من اجل يعني الجماهير المغربيه اللي ما سعفهمش الحظ انهم يجيو يزوروا كوت ديفوار، كنحاولوا انهم من خلال هذه الجوله يستمتعوا معنا بالمناظر.
تحية الإخوان ديال ماتش بريس، يعني تحية للناس اللي كيبغونا بزاف، يعني كما كتشوفوا يعني من خلال فقط هذه الجولة هذه فتعرفوا على الصوت ديالي وكيتسموني بالاسم. هذا جميل لأن مشاهدين الأوفياء ديال قناة شوف تيفي فولوا حافظين المراسلين والصحفيين ديال القناة في كل بقاع العالم. هذا شيء جميل. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء، فيعجز اللسان عن الوصف. يعني ملي كتشوف هاد الجمال هذا، هاد الطبيعة هادي، يعني مزج بين الطبيعة والبحر، يعني بعد ما لقينا نظرة كبيرة وشاسعة على شاطئ البحر، وغادي نحاولوا أننا ندخلوا كذلك وسط الغابات ونقربوكم أكثر، لأن هنا ما كاينش فقط غير البحر، فكذلك كاينين المناظر الطبيعية كما كتشوفوا هنا وسط الغابات، أشجار الكوكو، أكيد كابتن عزيز. فبصراحة بلد جميل وشعب رائع، يعني شعب مضياف، شعب كتحس بيه أنه كيبغي بلادو، شعب كيدير المستحيل باش أن الزائر يمشي ويعاود يرجع لكوت ديفوار. فكما كتشوفوا معايا مشاهدي قناة شوف تيفي أشياء بسيطة، هاد الناس هادو كيحاولوا يوفقوا ما بين الراحة والاستجمام. فبصراحة احنا توغلي هنايا كنشوفوا هاد المناظر الجميلة والرائعة. يعني بصراحة مشاهد رائعة كتأدي بيك مباشرة. يعني كيما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، هاد الناس هادو بأدوات بسيطة كيحاولوا أنهم يبنيو المنازل. كيما كتشوفوا هاد المنزل هذا اللي في طريق البناء، يعني فقط في استعمال عصب ديال شجرة الكاكاو وشجرة الكوكو، فكيبنيو المنازل ديالهم بواحد الطريقة أكثر من رائعة. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء، فمازال الرحلة ديالنا مستمرة الآن وسط هاد الغابة المجاورة مباشرة لشاطئ البحر. كنحاولوا كذلك ندخلوا شوية وسط الأدغال باش نوريكم الصورة بالصوت والصورة. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف كتشاهدوا معنا الناس هادو كيحاولوا يبنيو منازل اخرى. فكما كتشوفوا معنا كذلك
تواجد كبير ديال الحرباء هنا بالكوت ديفوار. هنا وسط الغابة، يعني مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء، فالجولة هذه فالغرض منها استمتاع رفقة المشاهدين الأعزاء الأوفياء كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي. أجواء رائعة، أجواء جميلة، تحية للسردوان باجبور، كذلك الناس الرياضيين، الناس ديال الكرة بمنطقة مولاي رشيد، تحية لكل ساكنة مولاي رشيد واحد واحد. أجواء رائعة كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي خلال هذه الجولة الرائعة، يعني في شاطئ البحر اللي بالمناسبة مجاور للغابات. هذه هي سان بيدرو، هذا هو جمال سان بيدرو، المدينة اللي كتحتضن مباريات أسود الأطلس دور المجموعات. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء، صراحة أماكن جميلة جميلة وجد رائعة. فواخا تبقى توصف حتى الصباح ما يمكنش كتوصف توصف هذا الشيء اللي كيبان هنايا، يعني كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأعزاء. يعني حتى الكلاب هنايا، فكاين انواع من الكلاب كتشبه شيئا ما الثعلب، يعني الله يحسن له مسكين تا هو مخزون وسط الطبيعة هربان من أشعة الشمس الحارقة. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي وحنا كنتواجدوا في هذا المنظر الجميل هذا، كما كنقولوا فين كتمتزج الطبيعة، يعني البحر والغابة. وكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي بصراحة التعبير كيخونني وانا كنشوف هاد المشاهد طبيعية بعيدا عن صخب الضوضاء والسيارات. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي حنا كنتواجدوا في هاد المكان الجميل والرائع، يعني كنا في الطبيعة الآن ولينا في البحر.
كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء الأعزاء، يعني مشهد ممكن تشوفوا إلا هنايا في سان بيدرو. يعني مشاهدي قناة شوف تي في وحنا وسط البحر غادي نحاولوا اننا نوريكم يعني حتى الرمال الذهبية اللي كاينة في البحر، فالعمق ديال فكما كتشوفوا معنا يعني القاع ديال البحر كيمكن انك تشوفوا لأن المياه صافية هنايا. إذا مشاهدي قناة شوف تي في إلى هنا وصلنا لنهاية ديال البث المباشر، على أمل اللقاء بكم ببث مباشر آخر وشكرا.